الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستكملين شرف وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو إعراب الفعل المضارع. وكما قلنا في لقاء سابق أن الفعل المضارع يكون معربا إذا لم يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، لأنه إن اتصل بنون النسوة بني على السكون، وإن اتصل بنون التوكيد بني على الفتح. فالفعل المضارع لا يكون معربا إلا إذا لم يتصل لا بنون النسوة ولا بنون التوكيد. فإذا كان معربا فإنه إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. أحبابنا الكرام، الفعل المضارع إذا كان معربا، يعني إذا كان غير متصل بنون النسوة أو نون التوكيد، فلا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. متى يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. يعني عندما أقول يذاكر محمد دروسه، فكلمة يذاكر فعل مضارع معرب لأنه لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. طيب، هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع، لأنه لم يسبق بأداة نصب ولم يسبق بأداة جزم، فهو مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. سواء كان مرفوعا بالضمة أو مرفوعا بثبوت النون، كما الطلاب يذاكرون، وأيضا كلمة يذاكرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في يذاكر أو مقدرة كما في محمد يدعو إلى الخير، فيدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. تمام؟ يبقى إذن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، سواء كان مرفوعا بضمة ظاهرة أو مقدرة أو مرفوعا بثبوت النون. طيب، متى يكون منصوبا؟ إذا سبق بأداة نصب، كما في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. فأن حرف مصدري ونصب. طيب، يتوب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والله يريد أن يتوب عليكم، لن تنالوا البر، لن حرف نفي واستقبال ونصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة كما عرفنا قبل ذلك. يبقى إذن الفعل المضارع يكون منصوبا إذا سبق بأداة من هذه الأدوات: أن، لن، كي، إذن. طيب، متى يكون مجزوما؟ الفعل المضارع أحبابنا الكرام يكون مجزوما إذا سبق بأداة من أدوات الجزم. أدوات الجزم مثل لم ولما. قال تعالى لم يلد ولم يولد. لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني بينفي الفعل وبيجزمه وبيقلب معناه إلى الماضي. معروف أن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، لكن عندما يدخل عليه حرف الجزم لم يقلب معناه إلى الماضي، يعني لم يلد في الماضي. تمام؟ ولم يولد أيضا هذا الفعل مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. كذلك لما، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. لما حرف نفي وجزم، يدخل فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون المحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يعني الأصل لما يدخل، لكن هذا السكون مع سكون كلمة الإيمان التقى ساكنان، فكان لابد من تحريك الحرف الأول بالكسر. كذلك لا الطلبية، ربنا لا تؤاخذنا، سواء كانت للدعاء أو للنهي، لا تؤاخذنا هذه للدعاء، لا تؤاخذنا، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. كذلك لام الطلب أو لام الدعاء، كما نقول أهل النار عياذا بالله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ليقض، هذه لام الدعاء، أهل النار يوم القيامة يستغيثون ويطلبون من الله تبارك وتعالى الانصراف حتى ولو إلى النار، فاللام هنا للدعاء. وقد جزمت الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع هنا مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. لينفق ذو سعة، هذه اللام تسمى لام الطلب أو لام الأمر. ينفق فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. إذن هذه أحوال إعراب الفعل المضارع أحبابنا الكرام. فالفعل المضارع يكون معربا إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، وإعرابه يكون على أحوال ثلاث، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، يكون منصوبا إذا سبق بأداة نصب مثل أن ولن وكي وإذا، يكون مجزوما إذا سبق بأداة جزم مثل لم ولما ولا الطلبية أو لام الطلب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا هذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.